فلم نعد ننظر إلى كتاب الله بعقولنا ولكن بعقول أسلافنا. هل هنا أنت تدعو إلى مثلا قطيعة كاملة مع السلف؟ كل إنسان واجب عليه أن يتدبر القرآن. آباؤنا كان واجب عليه والله أمر بكل الناس أن تدبر القرآن، وهم من الناس كان عليهم أن يتدبروا القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها؟ حق وواجب عليهم أن يتدبروا، لكن كان تدبرهم لأنفسهم وليس للعالمين أجمعين. لا، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. إذا كان الله عز وجل لم يجعل الرسول وكيلا على أي شخص، فكيف نجعل هؤلاء وكلاء علينا؟ ألم يقل عز وجل في كتابه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا؟ فأجابهم الله، أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لماذا؟ لأن الله فطر الإنسان على التطور، على التطور. آباؤنا كانوا يعتقدون بأن الطحال والكبد دما